متابعين في كل مكان سلام الله عليه. استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس الجاري، حيث جاءت الأسعار في الأسواق المصرية على النحو التالي: سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 976 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 854 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 732 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14 نحو 569 جنيها. أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6832 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية الذهبية في البورصات العالمية نحو 1944 دولار. ومن الجدير بالذكر أن أسعار المشغولات الذهبية تزيد عن أسعار الذهب الرسمية فيما يتراوح بين 24 إلى 60 جنيها قيمة المصنعية والضنغة التي يحصل عليها التجار أو أصحاب محلات السابعة. نذكركم متابعينا بأن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم بخير.